تنطلب الرغ جميعا يعني جاء يعني كرد على يعني العقوبة المجحفة في حق وليد الركراكي. كان عارفه وليد الركراكي مدرب كبير بالأخلاق دياله، يعني كيحترم الجميع صغير وكبير، كيحترم جميع يعني الدول الإفريقية. فتنظر ما عمرنا شفنا من وليد شي كلام نابي ولا شي كلام عنصري. فتنظر بأنه ما فهمش أنا قرار لجنة أدبية ديال الكاف كيفاش خدات هذا القرار على بعد 3 ساعات من إجراء مقابلة لمصيرية بالمنتخب المغربي والمنتخب الزامبي. فتنظر بأنه بالنسبة لي أنا قرار مجحف. الجامعة المغربية بطبيعة الحال غادي تستأنف القرار باش وليد إن شاء الله يكون يعني في الثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا. فتنظن بأنه اللاعبين وشفنا في المقابلة ما أثرش عليهم هذا المعطى هذا، فحاولوا يدخلوا في المقابلة فيصيب 1-0. ولما زياش سجل الهدف فتوجهوا جميع اللاعبين الوليد الركراكي باننا احنا معاك، وعطاو واحد القلب اللي كبير. فتنظر بانه اللاعبين دخلوا كونسونطري. فالطاقم التقني كذلك بن رشيد بن محمود وغريب امزين ما بانش لنا ذاك الفرق ديال وليد في الميدان. فتنظر بان التجانس والتناغم بين هذا المدرب فما كاينش اشكال عند الكتيبه المغربيه.